انا حطيت هنا البيض بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وهبدا ان انا ابهر البيض. بصوا بقى، انا هنا بهرت باي بهارات انا بحبها، بابريكا، توم وبصل باودر، اهو كمون، كاري، كركم، اي بهار انتوا بتحبوه تقدروا اللي انتوا تحطوا عليه بالشكل ده. وطبعا الفلفل الاسود وملح اهو، تمام. وهبدا ان انا اقلب بقى كل الكلام ده كده اهو، كل البهارات مع البيض بالشكل ده، واحط الدقيق اهو، وهبدا احط اللبن اهو بالشكل ده كده. انا هنا حاطه بيض وحاطه لبن، وفي الوصفه دي يعني افضل ما تستغنوش عن البيض، لان انا البيض هو اللي هيربط عندي القرص او الراس اللي احنا هنعملها. احنا هو عملنا وصفه من غير بيض، تقدروا تعملوها، والوصفه الثانيه هو هنعملها ببيض. ام احمد، صباح الفل. ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ كله حلو؟ تسلمي ايدك يا حبيبتي. الله يخليكي، تسلمي يا حبيبتي. ايه الحلاوه دي؟ الله يخليكي، حلاوتكم والله. انتوا اللي جمال والله. ممكن طلب صغير؟ اتفضلي طبعا. لو سمحت بس عايز طريقه الجاتوه. طريقه ايه؟ الجاتوه. الجاتوه، حاضر حاضر يا حبيبتي، عينيا. طبعا يعني من الحاجات اللي يعني محتاجه ان احنا نعملها مع بعض، عشان لو قلت لك دلوقتي هتعملي ازاي ولا هتبقي فاهمه التزيين ازاي غير لما يتشاف ولا اي حاجه من الحاجات دي. فخلينا نعمل الحاجات اللي هي فيها شغل دي احسن في الحلقات. بصوا، القرنبيط اللي عندي انا عايزه افرمه، ممكن افرمه في الكبه، ممكن اهرسه اهو، انا عايزاه مفروم على حسب بقى ما تحبوا، عايزينه ناعم خالص، عايزينه فيه شويه حتت كده زي ما انتوا حابين. ممكن تعملوه في الكبه لو انتوا حابين اهو. هو مسلوق عندي كويس، فانا ايه هقوم هرساه كده بالشوكه بالشكل ده، تمام قوي اهو. انا عايزه انعمه خالص، مش عايزاه يبقى فيه حتت كبيره اهو. انا في البيت بصراحه لما بعمل الوصفه دي بحب اضربه كمان في الكبه ناعم خالص. احط القرنبيط بالشكل ده اهو، احط بقى شويه خضره كده مشكله، شبت على بقدونس، على كزبره اللي موجود عندي، على شويه بصل اخضر، فلفل، طماطم اهو، وهقلب بقى كل الكلام ده مع بعض. انا سايبه شويه لبن كده عشان اشوف محتاجه ازود لبن ولا لا. يبقى انا حطيت البيض، حطيت اللبن، حطيت الدقيق، قلبت كله، بهرت بالبهارات اللي انا حباها، وبعد كده حطيت خضره مشكله، وحطيت كمان طماطم وبصل اخضر، تمام، وفلفل اخضر بالشكل ده. تعالوا بقى نقلب الخلطه دي كلها اهو، تمام. وممكن نعملها في صينيه ونعملها زي العجه، تمام، او نعملها اقراص زي اللي انا هعملها دلوقتي اهو. انا سايبه شويه لبن عشان اشوف في الاخر انا هحتاج لبن ولا لا. الزيت عندي طبعا على النار بالشكل ده كده اهو، تمام. انا ما اعتقدش ان انا هحتاج خلاص لبن اكتر من كده، انا تمام كده جدا، مش محتاجه. انا بس محتاجه كده مغرفه تكون معايا اهو بالشكل ده، وهروح على الزيت ابدا ان انا اقلي القرص كده. طب هيمسك؟ اه هيمسك. ليه هيمسك؟ لان احنا حاطين بيض، البيض هو اللي هيمسك معايا كل القرص اللي عندي اهو. اي زيادات كده هقوم لماهم